سيادة الأول، حضرتك بتقوله ده تحديدا هو بلغة العسكريين لما يجوا يحللوا كده كفاءة يعني الخصم، هيلاقي إن أنا داخل معركة خسرانة. كلامك صح. وعلى فكرة الدراسات الغربية لما بعد فترة الإعداد فبيقارنوا، قال أنت لو كقوات جوية دخلت تعمل ضربة جوية في بداية المعركة علشان تضرب كل الأهداف اللي هتأثر على العبور، أنت هتفقد أكتر من نص القوات الجوية بتاعتك. هتدخل ومش هتطلع. ما هو ليه؟ لأن أنت طرت الجيل التالت وأنا عندي الجيل الأول والتاني وعنده دفاع جوي قوي، وهتفقد نص أكتر من نص القوات الجوية، وعلى الأكثر هتحقق 30% من الأهداف اللي أنت عايز تدمرها. والحسابات صح. اللي حصل بقى إن إحنا دمرنا 95 إلى 96% من الأهداف، مش 30%، والخسائر لا تتعدى 3 إلى 5%. نعم. ده خطة محترفة وتدريب عالي جدا عليها حقق فأنا عايز أقول لحضرتك في النقطة دي، نقص الإمكانيات حافز للإبداع، مش إن هو يوقفني. أصل في ناس تقول له أنت، يقول لك هو فندم فين الإمكانيات؟ ما احنا ما عندناش الإمكانيات دي، ده دول كبيرة ما عندها الإمكانيات واحنا ما عندنا. بص الحالة 73، الإمكانيات كانت قليلة رغم التدريب ولكن بالتدريب والخطة المحترفة. وتاني هقول النقطة دي كتير جدا، البحث عن حلول غير تقليدية لمشاكل عملياتية بالغة التعقيد. دي من الأبناء الوطنيين للموضوع، يعني احنا كان عندنا خبراء سوفيات وكان عندنا خبراء روس وكان عندنا خبراء من جنسيات مختلفة، قالوا ان خط بارليف لن يتم تدميره الا بقنبلة نووية او حاجة بنفس القوة، قالوا هذا الكلام. ولكن الشخص المصري هو اللي قدر يفكر انه لا، نووي ايه، احنا هنهد الدنيا في خط المياه. بالظبط، هو دايما بيبحث عن حلول غير تقليدية، هو ده اللي خلى لانها قضيته. بالظبط، هي دي النقطة المهمة جدا. على فكرة المصريين مدنيين وعسكريين عندهم الحتة دي. وبص لأي بيت في مصر أو أي حد بيشتغل شغل معين وقدامه وقفت مشكلة، دايما بيلاقي لها حل غير تقليدي. النقطة دي احنا متميزين فيها، فخلينا دايما نحييها ونطبقها، مش بس كقوات مسلحة، نقدر نطبقها باحتراف شديد. لكن أنا بتكلم على كل الأجيال الموجودة في أي عمل بيقوم بيه، ما تخليش الامكانيات توقفك، ابحث دايما عن حلول غير تقليديه. نقص الامكانيات ده حافز الابداع، هتقدر، غيرك قدر وهم كانوا برضو شباب صغيرين.